السلام عليكم واهلا وسهلا بكم ايها الشعب المفتسع وادي المفلس الحزين في مهلكة سلمانكو اللئيم ابن اللئيم. نحن في برنامج الجنادرية نرحب بكم ايها المشاهدون الاعزاء، وقصتنا اليوم من جديد عن هذا اللعين اللي اسمه الوليد بن طلال. هذا الوليد اللي يقول انه صلى 1500 ركعة في يوم، وانه يصوم الاثنين والخميس كل يوم. انتبهوا، كل يوم، ما هو بكل اسبوع. لابوه لابوه من جابه. انا اصوم دائما يوم الاثنين والخميس. نعم. يوميا. تدرون ان هذا الانسان كذاب اشر. هذا الوليد بن طلال من قبل ما يدق خشمه الدب الداشر في فندق الريتز، ما نساني من يوم اني سويت حلقة عن طليقته نائلة الرشيد. كل اللي قلته في الحلقة اذا تتذكرون كان كلام صحيح، لكن اللي انزعج اكثر وهذا اللي فاجأني هو الدب الداشر نفسه. وانا اليوم أعطيكم معلومات وصلتني من الديوان الملكي ومن ديوان محمد بن زايد. ترى يا جماعة الخير، غانم مأذي آل سعود، ولما يصف نفسه بقاهر آل سعود مراخين الوالدين، ترى ما هذا الكلام كلام فاضي، هذه هي الحقيقة. بعد نشر حلقة الوليد بن طلال وطريقته نائلة الرشيد، قالوا آل سعود جات وجابها الله، هذه فرصة نادرة نكسر فيها خشم غانم الدوسري. ولكن كيف؟ قالوا إن غانم هذا نشر في حلقته إيميلات شخصية ونقدر نرفع قضية عليه ونهجده، على الأقل نهجده سنة كاملة ما يقدر يتكلم ولا كلمة، لأن المحكمة لو رفعوا قضية في وقت الإجراءات بتمنع غانم من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي، تمنع من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي كل أبوها. راحوا آل سعود إلى محامين في لندن، أكثر من شركة محاماة، وقالوا نبي نرفع دعوة على غانم والأدلة عندنا، وهي إنه انتهك خصوصية ناس آخرين. أنا قد جتني هالمعلومة من أشهر طويلة وتوقعت إنها شيء عابر يعني، لكن القصة استمرت. عرفت بعدين إن المحامين في لندن قالوا لآل سعود ما نقدر نرفع دعوة على غانم، الوحيد اللي يقدر يرفع الدعوة هو اللي انتهكت خصوصيته مثل ما تقولون أنتم، وهو المحامي ألين بندر اللي ورد اسمه في الإيميلات وهو صاحبها. قبل ما يحطون الوليد في الريدز كان الوليد يستشير من هنا ومن هناك إذا يقدر يرفع دعوة على غانم قهر آل سعود، هذا حسب ما وصلني، لكنه ما قدر. قاموا آل سعود ورحبوا لمحامين في الكويت عشان يرفعون دعوة باسم نائلة الرشيد على غانم، لكن ما صارت هذه الأشياء، وقالوا لهم نفس الكلام اللي قالوه لهم محامين لندن. صار ما عنده آل سعود إلا يروحون لرجل الأعمال الكندي من أصل عراقي ويقنعونه برفع قضية على غانم، وهاتيك يا سفارات آل سعود ويا قنصليات آل سعود تتصل ألين بندر وتحاول أن تقنعه يرفع دعوة على محادثيكم. واللي فهمته من المصدر ان الرجل ألين بندر طلع شنب وزقرت ورفض يرفع قضية. المضحك المبكي في الموضوع ان الامارات دخلت على الخط، قالوا الاماراتيين هذه فرصة نقدم معروف للصبي حقنا الدب الداشر، هو سوى لنا معروف واشترى لوحة دايفنشي لمعزبنا بن زايد، ورد بن زايد عليه وأهداه وحده الدب الداشر يخت حماماته مرصعة بالذهب، هذا غير اليخت الأول سيرين أبو مليارين ريال اللي متأكد منه من ديوان بن زايد. إن سفارة وقنصلية الإمارات في كندا تحركت على ألين بندر وقالوا له تعال نبيك وجايك الخير يا ألين، أنت عندك ملفات نائلة والوليد بن طلال ما زال في الريتس، افتعال عندنا كم يوم في أبو ظبي وبعدين نزرق للرياض كم ليلة. المهم أن الرجل الشنب اللي هو ألين بندر وافق، وكان بطل القصة تعرفون منه؟ بطل القصة هذا اللعين اللي اسمه
حمد المزروعي اللي دخل في الأعراض والعياذ بالله وشتم الحريم وشتم الشيخ موزة، تذكرون هذا الكلام مكتوب في حسابه؟ يقولون إن المزروعي صبي عند بن زايد، وقد ثبت لدى غانم الدوسري إنه فعلا صبي لبن زايد، وما يتحرك ولا يكتب حرف في تويتر إلا تحت مشورة بن زايد وتوجيهاته. اللي في بال ألن بندر إنه يروح للرياض، ولكن الوسيط الإماراتي والموضوع هو الوليد بن طلال. أخذوا ألن بندر في طائرة ووصل إلى أبو ظبي، وما حصل نفسه إلا قدامه هذا ملعون الخير قليل الأدب والحياة اللي اسمه حمد المزروعي، وتبين أن المزروعي هو اللي يدير العملية كل أبوها. حبيت أذكركم هنا إن هذا المزروعي سرب أخبار في تويتر بأن الهايف ولد نايف راح يطير، وبين فترة وأخرى يكتب أشياء يتعجب المواطن كيف إن هذا يعرفها وكيف تطلع صحيحة. الآن عرفت السبب والمصدر يا مال الشحم. وأبي أقول لكم بعد، ترى هذا التلميذ اللي اسمه حمودي الدب الداشر أبو سروالين ما يسوي شيء إلا باستشارة معزبة وسيدة محمد بن زايد. معلومة هذه لكم، يوم اللي صارت قضية الريدز كان فيه 19 رجل أعمال سعودي موجودين في الإمارات، شحنهم ولد زايد في طيارة الساعة 9 الصباح على الرياض. المزروعي هذا المعفن استقبل ألن بندر في المطار وأخذه إلى جناح في قصر هذا الإمارات الفخم، قعد كم ليلة، وبعدها أخذه المزروعي بطيارة خاصة إلى الرياض. وحسب أحد المصادر إن هذا المزروعي قال لي ألن: جاك يا مهنا ما تمنى، وإنك يا ألن تقدر تضرب عصفورين بحجر، الوليد بن طلال راح تقابله في القضايا المعلقة بينكم، لكن الأهم هي قضية غانم الدوسري، تقدر يا ألن، يقول هذا الكلام المزروعي ملعون الوالدين، تقدر يا ألن تكسب محمد بن سلمان وتاخذ اللي تبيه منه. كل المطلوب منك إنك ترفع دعوة قضائية على غانم الدوسري، وش ما تكلف رقبتنا سدادة. المفروض إن حنا نهجد غانم حتى لو سنة واحدة، هذا مكسب وجميل ما راح ينساه لنا الدب الداشر. وحسب المصدر المقرب من ولد زايد ومكتبه المعفن إن ألن بندر رفض رفضاً قاطعاً كل عروض المزروعي. على فكرة ترى ألن بندر طلع على البي بي سي بعدين وعلى محطات تلفزيونية ثانية وشرح أحوال الأمير بن طلال الوليد بن طلال يوم قابله في الرياض، تقدرون تجوجلونها وتشوفون هذا الكلام. وأزيدكم من الشعر بيت، إن المصدر يقول إن المزروعي واصل إلى آخر لحظة محاولاته مع ألن بندر ولكن كلها فشلت. والطريف إنه تبين إن أصدقاء غانم الدوسري من الأمراء والأميرات كثيرين جدا، وكل واحد يبي فرصته حتى يقطع غانم تقطيع. هذه السلقة اللي اسمها بسمة بنت سعود بلغني إنها أيضاً حاولت مع المحامي ألن بندر إن يرفع دعوى على العبد الفقير ذو الوجه الحسن اللي واقف قدامكم غانم الدوسري. هذا اللي درينا به، يمكن بعد حصة بنت طقعانكو تحاول ترفع قضية، ويمكن بعد هذا السكرجي محمد بن نواف سفير الداشر في لندن يبي يرفع قضية بعد. بس الهايف ولد نايف والكمخة متعبة بن عبد الله ما ظنتي يفكرون يرفعون قضايا على قاهر آل سعود، لأنهم أصلاً مقهورين من الدب الداشر ومقهورين من غانم قاهر آل سعود. وبعدين غانم قد سبق ونصحهم في السر والعلن نصيحة شرعية في كيف يعضون اليد اللي تمد لهم. هي جاء أنا الحين بتكلم مع بن زايد، خلني أنزل البشت عشان أتفاهم مع هذا الخسيس. يا ورع تعال خذ البشت، شفت الشيوخ تعال خذها يا بال الشحم، تعال. أيوة علق البشت. اسمع يا بن زايد، اسمعي يا محمد بن زايد، وأنت يا أذنب المزروعي، غانم ما هو بخروف مثل ولد سلمان وأبوه طقعانكو،
إذا قدرتوا تمشون أبو سروالين على كيفكم هو أبوه، في محادثيكم ما تقدرون عليه إلا بالقانون في بلد القانون، إلا في الدوران وفرد العضلات هذه في مزرعة البقر عندكم أنتوا. أما هنيا فتعالوا إلى المحاكم، وإذا ناقصكم دورة قانونية أنا أعطيكم دورة بالمجان. مثلاً إذا قلت إنك أنت يا ابن زايد سلوقي وإنك خرفنت محمد ولد فهدى، هذا حق من حقوقي، بس ما يحق لي أبداً أتهمك بأنك ابن زنا إلا إذا عندي دليل قاطع. هذه دورة صغيرة جداً. تقدرون يا ولد زايد أنت والدب الداشر حمودي أنكم تروضون الوليد بن طلال وتاخذون شريكته منه وتخلونه كأنه موظف فيها وتديرونها على مزاجكم، حتى مدير المالية في شركة الوليد حطيته واحد من عندكم، وتقدرون تمنعون الوليد بن طلال من السفر مدى الحياة، لكن اللي خارج مزارعكم مثل قاهر آل سعود ما تقدرون عليه لا بالتهديد ولا بالإغراء ولا حتى بالقانون، لأن كل شغلكم أنتم خارج القانون. Do you understand يا ابن زايد أنت والخول هذا الدب داشر؟ حنا الحين ما خلصنا من دبنا الداشر في الرياض اللي يطرأ علينا ويتسلط علينا ويحاول يأذينا ويبيعنا دب داشر في الإمارات. يا ابن زايد إذا فكرت في قاهرة لسعود فأنت ترتقي مرتقا صعب، وأنت يا مزروعي صاير أخس من إدليم، مرتبتك حتى لو صارت مرتبة وزير تظل واحدا حقير. المهم أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين، فاستغفروه من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم. أليس كذلك يا شعبنا المفلس الحزين؟ وأنا غانم قاهر آل سعود أستودعكم الله، وإذا عجبكم المقطع اضغط لايك وسبسكرايب وانشر مع أصحابك وأطقع ما تشوف. المحمدين لابوهم لابو من جابهم.